تحميل بالليلة زين. يا نهار اسود، ده المخازن كلها لبش، حرس وغفر بالعبط. الدخول هنا هيبقى مش سهل يا صاحبي. خلاص مش مهم ندخل، احنا نستنى لحد ما هي تطلع لنا. هي مين دي اللي تطلع لنا؟ اصبر على رزقك يا زين، اصبر هفهمك بعدين. اطلع. ماشي يا عم الغموض. ده كشف الاسماء المفرج عنهم بمناسبه المولد النبوي الشريف. محمود عطيه سليمان، محمد عبد الله حسنين، سمير بطرس مجلي، احمد صباح خليل، محمد عصمت محمد، ربيع معوض غنام، محمد خليل محمد، عماد ابو الحسن، احمد علي الدكروري، سعيد حسن عادل، صلاح عبد الله درويش البحر، عاطف عبد المولى، حمدي عبد الحافظ بديع. هو ده؟ هو اتكوا معايا رجالة. الله يبارك. أبارك يا وحش. ها ايه رايكم بقى؟ حلو قوي، واسع وبعيد ومحدش يعرف له طريق جره، وهو ده المطلوب. وده هنعمل فيه ايه ده؟ هتروقه وتنظفه وتخليه على سنجه 10 على قد ما تقدر، وتشيل بقى كل الحاجات دي كده على جنب، وتقعد تستنانا هنا بالليل. تقدر؟ ما تقولش الكلمه دي تاني يا حربي. اه طبعا اقدر، وقدها وقدود كمان. عفارم عليك يا بركه، يا بركه انت. طب امسك يا سندوتشات وميه عشان لو جوعت. ربنا يخليك يا زين، دايما شايل همي كده. يلا هنمشي احنا بقى ونجي لك بالليل. هستناكم، ما تاخروش. قول يا مسهل، مش كنا جبنا له حد يساعده احسن؟ تعمل لحد تاني يبقى معاه؟ بصراحه لا. خلاص بتتكلم في ايه؟ حربي. يا بركه في ايه؟ بقول لك ايه؟ هات اغلى حاجه عندك يا شيخ، لا تاخد بالك من نفسك انت وزين. ده انا ماليش حد في الدنيا دي بعد ربنا غيركم. طز في الفلوس، طز في اي حاجه في الدنيا، بس المهم ترجعوا لي انا بالسلامه. ده انا بعدكم اموت يا حربي، ما اقدرش اعيش من غيركم يا زين. ايه يا بركه في ايه؟ هنرجع لك ان شاء الله. طب تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله. احنا ما نقدرش نعيش من غيرك. ولا انا. قول يا رب يا بركه عشان ربنا يسترها معانا. يا رب يا عم زين. يلا يا حبيبي. اي خدمة تاني يا عم رزق؟ كلمة كيمو. بقول لك ايه؟ ها؟ اعمل لي شوية شاي تقيل يعدلوا دماغي. عناية يا عمنا. لسه مالك مني. السلام عليكم يا رجالة. جاهزين يا عم رزق؟ جاهزين يا عم حربي. النهارده اخر نقله من المخزن اللي احنا شغالين عليه، بس ربنا يرزق يبقى في نقلات تانيه باذن الله. ان شاء الله. يلا بينا يا رجاله. ربنا يستر عليك يا ابني. وصلوني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في هذا الطعام، واللهم ارزقنا خيرا منه، اللهم اجعلنا نستخدمه في طاعتك يا رب. خير يا معلم رمضان؟ انا اللي لازم اسالك اشليح فنتا، هو في ايه؟ مش فاهم. انا افهمك. من يوم ما الواد حرب خرج من السجن ورجع الحارة، وكل عمال يتمحلس له ويمشي في ركابه، حتى انت يا شلحف عملت فيها ذكر، وقفت قصادي قدامها بضايا عمهم اكبر راس في المنطقة دي كلها، فاهم يالا؟ فاهم يا معلم بضايا.
لا لما المعلم ابو ضي يكلمك تقوم تقف وانت بتكلمه، مش تكلمه وانت قاعد مبعوز كده. وقف ياض وكلم المعلم عادل. مش صغيرك انت يا جربوع اللي تتكلم معايا؟ دورهم الشلح في ده اهله مش فاضيين يربوه، وانا فاضي ما ورايش حاجه، يبقى انا لازم اربيك يا شلحف. انت عايز مني ايه؟ حربي بيجيب الخردة منين؟ اللي بينه وبين المعلمة انشراح. ما هو صادق، ما تروح لساني. اسمع يا عم رز، اسمعني كويس، انا روحي بقت في مناخيري منك ومن حربي ومن الدلدول بتاعه اللي اسمه زين، ولو الشيطان اللي جوايا صحي مش هينام الا بموتك، فاهم يا شلح؟ شاي الكلام اللي بينا لسه في النفس. وصلوني. اتفضل يا سيدي الناس. هو ايه العبارة يا عم رزق؟ في ايه؟ مفيش هكيمو، راح الفط الكلام. خد شايك يا عم رزق. صباحك ورد يا عمنا. صباحك ورد. امسك دول. بركة في المخزن؟ ايوه. انتوا ناويين تعملوها النهارده؟ الليله باذن الله. بعد ما تخلص لازم تكلمني تطمني عليكم. ان شاء الله يا معلمه. طب بالاذن احنا بقى عشان ورانا شويه حاجات كده لازم نجهزها قبل ما يخش علينا. طيب اتكلوا على الله. ماشي يلا بينا. ما تنساش تتصل بيا. حاضر يا معلمه بالاذن. خد هات الحاجات اللي اتفقنا عليها وظبط العربيه وفولها واكشف على الزب مره كمان، انا عايزها افرها الليله. ماشي؟ ماشي. طيب انا اروح احاسب الرجاله وهستناك على القهوه، متاخرش. ربنا يسهل لما نشوف اخرتها. جرايه يا معلمه، اللي بينك وبين العيال الشلحفات دول؟ خليك في حالك وشوف شغلك ومالكش دعوه بغيرك. يا معلمه ده انا دراعك اليمين، التاريخ كله ابضايا، يعني سرك كله لازم يبقى معايا انا، ولا ايه يا معلمة؟ وانت ما تنساش ان لحم كتفك من خيري، وانا اللي جبتك وانا اللي عملتك واقدر ارجعك تاني مطرح ما انا عايزك. روح شوف شغلك بقى وافرز البضاعة، البضاعة الحلوة اللي جابها المعلم حربي. معلم حربي ماشي يا برنسيسة ماشي.
واخرتها يا صلاح؟ هنفضل مخطوبين كده لحد امتى؟ ان شاء الله ربنا هيسهل يا ميسه والظروف هتتحسن. طب ما الفرصه جت لحد عندك عشان خاطر الظروف تتحسن، مستني ايه؟ فرصه؟ فرصه ايه يا ميسه؟ دي خيانه امانه، يعني جريمه، وانا لا يمكن اعمل كده ابدا. ايوه يا صلاح، بس دول 50,000 جنيه. 50,000 جنيه. ان شاء الله يكونوا مليون يا ميسه، انا مش للبيع. ما هو كمان مش معقوله كل ما اقول لك نتجوز تقولي لما الظروف تتحسن، وهي الفرصه جت قدامك، جت لحد عندك، مستني ايه؟ صلاح انا بحبك، بحبك يا صلاح، بحلم باليوم اللي نكون فيه في بيت واحد مع بعض، بس امتى ده يحصل؟ امتى يا صلاح؟ قريب قوي يا ميسي، قريب. ايه ايه في ايه؟ في ايه؟ انت صلاح درويش البحر؟ انت مطلوب القبض عليك بتهمة الرشوة وتبديد الأمانة. انا؟ اني اطالب باقصى العقوبة، خصوصا وان مرتكب تلك الجريمة النكراء هو من رجال القانون، المفترض فيهم ان يحمون القانون لا ان ينحوه جانبا لمصلحتهم الشخصية دون نظر لمصلحة المجتمع ومصلحة موكليهم بالذات. ان هذا المحامي المرتشي يجب ان يكون عبرة لغيره ممن باعوا ضميرهم للشيطان بأبخس الأثمان، فهو وصمة عار في جبين المحاماة ورجال القانون. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم صلاح عبد الله درويش البحر بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. حرام حرام والله والله ما والله ما هي حضرت القاضي. ميسة أنا بريئة ميسة والله العظيم مبين والله. انساها يا ابني انساها.